يا رب اسمح لي. السلام عليكم، رمضان مبارك كريم، ان شاء الله يدخل عليكم بصحه وسلامه وبكل ما كتمنوا واش المباركه. هذه هي التهنئه عندنا في المغرب. انتم شو بتقولوا التهنئه في رمضان؟ كتبوا لي في التعاليق دولتكم والتهنئه اللي بتقولوها، راح اقرا تعاليقكم لا تنسوا مشان نتعرف على بعضنا ونشوف تهنئات بعضنا. اوكي، لا تنسوا هذا الشيء. وكما قراتم في العنوان، الفيديو راح يكون تضحك تخسر او لا تفطر. يعني بما انه نحن في رمضان واليوم هو اليوم الاول في رمضان، اليوم الاربعاء، نحن صمنا بالاربعاء، راح يكون الفيديو هو اذا ضحكت راح افطر، ولكن انا ما راح اضحك، انا راح اتحدى نفسي لانه مستحيل انا اضحك لانه انا صعب كتير اضحك على فيديوهات ضحك. يعني انا شوي يعني بشد حالي في الفيديوهات، بس راح نشوف اذا راح نشد حالنا او لا. راح يكون معنا 5 قلوب، واذا خسرت هذه الخمسه راح افطر. اوكي، جنبي هنا كأس ماء. ان شاء الله ما افطر يا رب. اوكي، كملوا الفيديو للاخير مشان تشوفوا اذا كنت راح افطر او لا. خلونا قبل ما نبدا هذا الفيديو لايك للفيديو، لايك، لا تنسوا لايك كتير بتشجعني، وكمان اشتركوا وفعلوا الجرس مشان كل ما احط فيديو يوصلكم الاشعار. يلا هلا خلونا نبدا الفيديو، ليتس جو. وقبل ما ابدا راح اوريكم انه في الضوء مشان ما تشكوا فيه تقولوا انه حميدة هذا الليل او شيء. والله الضوء، شوفوا معي الان الساعة 5 بعد الظهر، يعني 5 يعني عصرا حميدة بنقول العصر. خلونا هلا نبدأ باول فيديو. طب راح اعطيكم مواصفات شريكة حياتكم، على قد ما تعجبكم تبتسمون، تمام؟ يعني ابتسامتك على قد ما تعجبك. اوكي، اريس صامت بس تسمعون مواصفات تبتسمون على قدها، قعدوا عدد سيت واحد. رشيقة، ناعمة، عندها فلوس، عندها شامة، مسوي عمليات تجميل، مسوي فيلر، تاخذكم سفرة لأمريكا. طلع لكم جوازات أوروبية. ما تخونكم ابدا يا الله. زين، قصيره طويله. ناري، او ماي جاد، خسرت القلب الاول يا الله. والله كنت بظن نفسي اني ما راح اضحك، بس هذا ضحكوني اصلا وما كانوا بيبتسموا. يا الله، خسرت اول قلب. اوكي راح احاول امسك نفسي في الفيديوهات الجايه. يا الله، هذا او ماي جاد، يا الله راح امسك نفسي مشان ما اضحك. مو معتبر ضحكة، حتى بين اسناني، بس والله كثير بيضحكني هذا الشاب. اللي معدل الفيديو، واو واو واو، عن جد واو. شكله فاز على فويس، يا الله. اوكي، ما ضحك لاني انا شفت هذا الفيديو كثير وضحكت عليه كثير، اذا ما راح يضحكني. بس على فكره انا والله صعب تضحكوني، بس يعني هذه المره فشلت شوي في الاول، بس ما راح افشل في اللي جاي. شوفوا طبع البنات، هذه عاداتهم، هذا حبهم لاخوانهم، دائما البنت شكل حنونه على اخوانها، هم يلعبون وهي تخدمهم، وما في شك ابدا بأن الأخت عون لأخوها. ما شاء الله، بس تحية لكل الإخوات. او ماي جاد، يا الله، بيجيب لي ماء من الحمام، يا الله. شكلي خسرت، يا الله. والله شكلي مبين حنونة في الأول، بس يا مجرمة، يا الله، شو حال هذه الإخوان اللي شربوا من ماء الحمام، وشو حال حميدة اللي راح تفطر لأن خسرت للمرة الثانية. يا الله، أوكي، لسه معانا فرصة، لسه معانا 3 قلوب، ما راح نخسر إن شاء الله. إن لم تجد أحد يساعدك اسعد نفسك بنفسك. أوكي، لسه ما أضحك، بيضحكني كتير هذا الولد. اوكي، ما معتبره ضحكه. اوكي، الحمد لله ما ضحكت كتير. اوكي،
بس ابتسامة يعني، ما حليت فمي يعني، ما بينوا أسناني. بس هذا شوي يعني عادي. أوكي نشوف اللي بعد. يا الله شام يا منادى، أوه ضحكت. يا الله شكله عم يعني ما بده يحفظ، عامل هيك يعني الكتاب وعم يعمل هيك، والله ضحكني كتير. يا الله لسه معي اتنين قلوب، حميدة رح تخسري، يا حميدة رح تخسري. او ماي جاد لسه معي اتنين قلوب، ما رح اضحك. عندما ترى الجن ثم تذكر انك متودي. ما فهمت والله. هذه ما نعتبرها ضحكة، والله ما فهمت الفيديو، والله ما فهمته. اوكي رح نعيده. اوه هلا فهمت، يعني اذا كنت متوضي يعني ما رح تخاف من الجن، يعني هيك فهمتها. اوكي عادية ما ضحكتني كتير. اللي بعده يعني من اللي كتسب بي تي اس بنت 2009، يعني اذا احد عاير بي تي اس بنت 2009 يعني البنات الصغار شو بيعملوا. اوكي ما رح اضحك. او ماي جاد ضحكتني. هذه يعني بنت 2009 عم تعاير يعني اللي بيعيروا بي تي اس، فهمتوا؟ اللي بيعيروا يعني اللي بيشتموا واللي بيسبوا، فهمتوا علي؟ يعني ما فهم، هذه مكتوبه بالدارجه المغربيه، يعني لما احد بيعاير بي تي اس هذه بنت من 2009. او ماي جاد انا شكلي استاذه فاشله، اذا كان بدي اشرح لشيء احد والله ما راح يفهم ولا شيء. المهم فهمتوا؟ يعني اذا احد سب بي تي اس، يعني اذا احد شتم بي تي اس بتنوض، يعني بتقوم بنت 2009 وتعمل هذه الحاله، يعني هيك يعني فهمتوا؟ هادو يعني هاد بس للمزح، بس انا ما ضحكت. اوكي اللي بعده. اوكي ما ضحكت. او ماي جاد شفتوا شو صار معاه؟ ايوه يا الله بس ما ضحكت. لسه معي اثنين قلوب، ان شاء الله ما اخسر. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم. يا الله شوف شو صار معه. اوكي ما راح اضحك، بس هذه مو للضحك والله، هذه يا الله شو صار معاه. او ماي جاد اوكي ما اضحك، لازم ابكي على المسكين اللي راح يموت. يا الله الله يرحمه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بس والله ردوا بالكم من هذه الاشياء، يعني ما فيها ضحك. انا بخاف من الاماكن العاليه كثير، يصير معي هيك موت قبل ما اوصل الارض، موت نفسيا. اوكي هذه ما تعتبروا ضحك على الفيديو، بس والله يعني بضحك من غير الفيديو. سلم معك شيك زعلان. كاتبين لك شريك البهلول ضروري ما يكون عندك، يعني شريك يعني صديقك اللي مهبول مجنون. اوكي ما ضحكتني. ما ضحكت. او ماي جاد شوفوا مع القرد شو عمل للكلب، او جنن والله. يا الله ذكرت نفسي انه صار معي الان قلب واحد. او ما لازم اضحك، ما لازم اضحك هذه المره. شكله جيل التيك توك لما راح يصلي راح يعمل هذه الفضيحة. جيل التيك توك اللي بيرقص على التيك توك راح يعملوا هذه، والله راح يعملوها إذا صلوا. أوكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حميدة. يعني هادو المجانين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما لازم نضحك بالصلاة، ما لازم نضحك بالدين. أوكي قلت لكم في أول فيديو إذا خسرت الخمس قلوب راح أفطر. أوكي وأنا خسرت كل القلوب ولازم أفطر. جاهزين معي للتحدي؟ جاهزين نفطر؟ أوكي راح تفطروا معي أو راح أفطر.
خاطر لوحدي. اوكي هذا كاسمه. او ماي جاد كثير بشهي الماء في هذا الصيام الحار، الجو عندنا حار شوي. اوكي راح نفطر، راح نقول استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، راح نشرب الماء. يا ربي تغفر لي، يا ربي تسمح لي، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. او لا. اوكي بنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ربي تسمح لينا. ليش عم تقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يا ربي اغفر لي، اللهم اغفر لي يا رب. بسم الله. او ماي جاد. اوكي نعتبرها بس مسابقه. اوكي يا الله دابا هلا بنعتبره انه فطرنا عمدا، رح نصوم يعني شهرين متتابعين. شو رايكم انتو؟ اوكي بقولكم لعنكم الله فطرتوني في رمضان. لا لا والله لا عم نمزح، هذا مقلب سويته فيكم هذا اليوم، ما له رمضان بس هذا ايه اليوم اللي قبل رمضان، يعني يوم الثلاثاء بس مزحت معاكم وسويت فيكم مقلب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما لازم نعمل هذه الاشياء والله، يعني حتى لو تكون مسابقه، حتى لو يكون اي شيء. يعني الله قالنا في القران اللي مريض اللي فيه حيض او نفاس او بتعرفوا هذه الاشياء، يعني ما لازم نفطر عمدا، يعني بنفطر وعندنا سبب سفر او مرض او هيك شيء. فهمتوا علي؟ يعني هذا فقط كانت مزحه، يعني انا خسرت القلوب بس ما فطرت عمدا، يعني انا اصلا فاطره. او ماي جاد. بس الماء بشهي، بس بكره رمضان ما راح اقول هيك، يعني ما راح اعمل مثل هذه المسابقات، يعني اكيد ما راح يكون مثل هذه الاشياء. لازم نفطر، لازم نصوم عفوا، يعني نصوم يومنا كامل، ما لازم نعمل هذه الاشياء البايخه. بس حميده كانت عم تمزح معاكم. اذا عجبكم الفيديو وتقتوا، يعني كنتوا بتظنوا اني عن جد فطرت، كتبوا لي في التعليق شو رايكم، هل يعني مقلبتكم او كنتوا يعني بتظنوا انه هذا يوم قبل رمضان؟ كتبوا لي بالتعليق، راح اقرا تعليقكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اذا كنتوا بتحبوا مثل هذه الفيديوهات تضحك تخسر، يعني مو تفطر تخسر، كتبوا لي بالتعليق مشان نضل نعملها، وانتوا اللي راح تبعثوا لي المرات الجايه الفيديوهات تضحك. اوكي راح تبعثوهم لي على الانستغرام او على تويتر او على مين، راح احكي لكم في المرات الجايه فين راح تبعثوهم لي، يعني وين راح تبعثوهم لي. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بحبكم كتير، رمضان مبارك كريم يا رب، ان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والسلامه وكل هذه الاشياء. لا تنسوا تكتبوا لي تعليق حلوه مشان احطها بنهايه الفيديوهات الجايه، وانا بحبكم كتير، بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.